قوية جدا في استقبال الفقدان، اه رغم ان انت كنت طول الوقت بتقولي ان انا لا، يومي قبل يومك، وان انا لو مت عايزة اموت على كتفك علشان لما ابعث بعد كده ابعث وانا على كتفك. لكن في لحظة الفقد انت كنت قوية لدرجة ان انت نزلت مع القبر، اه والراجل لما قالك سامحيه قلت له اسامحه على ايه؟ اه فاحكي لنا اللحظة دي، صعبة قوي. انت هتقلبي عليا جامد قوي. يا بصي، هو ساعة الوفاة انا حسيت ان انا اتضربت بخنجر مسموم في قلبي، وبعدين مش عارفة، مش مستوعبة، ما دخلش في السيستم. فلما روحت المستشفى رتبنا كل حاجة، وهو وبعد لسه بره السيستم، اه ان انت انا انت بتعمليها لحد اه تاني. اه دي دي ده انا بعمل حاجة لحد تاني. وبعدين تاني يوم المغسل، بعد ما خلص الغسل فدخلت ملست على شعره وبوست راسه كده، فبيقول لي ايه يا ستي، انت بقيتي محرمة عليه؟ لا لا، الله، لا سامحيني، لا حرام عليه ازاي؟ محرمة ايه، ما انا حد افتكرتك، حد دي الكلمة الشهيرة لا اللي لا بيتقال. لا لا، ده اللي بيقول الكلام ده ما يعرفش حاجة خالص. فهو بيقول لي يا ستي الراجل ده هيقابل وجه رب كريم، فانتي قولي له انا سامحتك. فقلت له يا راجل يا طيب اسامحه على ايه؟ الراجل ده عمري، ده انا اشكره على كل لحظه في عمري، انا اشكره على كل فضل ونعمه انا فيها، انا اسامحه على ايه؟ فلا طبعا، يعني بس انا كانت بحس، لحظه صعبه صعبه. ونزلت ونزلت انا معاه عايزه القبر ازاي؟ نزلت صعبه دي. هم نزلوا، بصي هو نزل اياد واخوه والترابي طبعا وحد تاني، ونزلوا المفروض انهم يعني بيفكوا الوش الكفن وبيعدلوه على القبله وكده. فانا نزلت معاهم، هو بيبقى مفتوح السلم مفتوح، فانا نزلت معاهم. وكان عندي احساس انه بصي انا كنت احيانا ارجع، حافظ كان بينام قليل قوي ويقرا كتير قوي، فكان يبقى قاعد على السرير ادخل الاقيه احيانا راح في النوم فالكتاب على صدره والنضارة على عينه. والنضاره على عينه، فاقوم واخده النضاره وشايله الكتاب وطبطب عليه بالراحه يصحى يتعدل ماشي. انا كان عندي احساس ان انا عايزه انزل اعمل كده، يعني عارفه اللي هو شيلي النضارة اه هو هو نايم بس. نايم. فعشان كده في اللحظات نفسها، يعني في ناس لما شافت الصور بتاع الجنازه بيقولوا لي ان احنا كنا حاسين ان ربنا يستر عليك، انت مش في الدنيا، لانه ما فيش اي رياكشن، ما فيش. انا في ناس اصحابي لما بعد فتره بقول لها يا ندله او يا ندل ما شفتكش، يقول لي انت بتهزري، احنا كنا موجودين في كذا وفي كذا وفي كذا، انا ما كنتش في الدنيا.